الإدارية هيبقى فيها حوالي 6 جامعات عالمية. احنا يمكن النهاردة موجودين في مكان الجامعات الكندية أو مجموعة الجامعات الكندية. عايزين نقول إن ده مشروع مصر في المستقبل، في خلال 10 سنين الجاية احنا مستهدفين إن يبقى فيه تعليم على مستوى عالي جدا. كل الجامعات الأجنبية اللي احنا بنتعاقد معها حاليا، سواء من إنجلترا سواء من كندا أو أمريكا أو من المجر أو من النمسا، كلها بتعلى بالمستوى التعليم في مصر بشكل يليق ان يكون مصر بتخش الألفية اللي جاية ان شاء الله والسنوات القادمة بإذن الله بتخصصات جديدة بمستوى تعليم. اولا ما نخليش ولادنا يتعلموا بره، يعني احنا عندنا حوالي 22 ألف طالب مصري بيتعلموا في جامعات خارجية، عندنا حوالي 400 ألف طالب من الدول العربية بيتعلموا في الدول الأمريكية سواء في كندا أو في أمريكا، احنا مستهدفين ان نزود أعداد الطلاب الوافدين في مصر عن طريق إنشاء جامعات. احنا المكان اللي احنا شايفينه النهاردة ده انا جيته في شهر أغسطس اللي فات، كانت أرض ما كانش فيه ولا مبنى من المباني اللي شايفينها. حجم العمل اللي بيتم في العاصمة الإدارية الجديدة في مجال التعليم في خلال السنة الجاية إن شاء الله في شهر سبتمبر اللي جاي، نتوقع أن المرحلة الأولى من الجامعات دي تفتح. نموذج اللي اتعمل في الفيجن اللي كانت مطلوبة إن احنا نجيب كيانات أجنبية، الكيانات الأجنبية دي تقدم خبرات التعليم اللي موجودة بره هنا عشان احنا نستفاد بيها. مصر فيها حوالي 30 ألف طالب كل سنة بيسافر بره عشان خاطر يدرس بره. الدراسة دي تبدأ الرقم ده تبقى من الدكتور حسام من البعثات، فيها 30 ألف طالب بيدرسوا بره. 30 ألف طالب ده احنا أولى بالعملة الصعبة، احنا أولى بأولادنا بدل ما يخرجوا بره ويتعلموا حاجات احنا مش عايزينهم يتعلموا، فأولى لنا اللي موجود بره هو اللي هيجيبه الحقيقة. الديزاين معمول على نسبة مباني 21%، دي اللاند يوز بتاعت الأرض، استخدام الكامبس بالكامل، الكامبس بالكامل كنديان كامبس بالكامل، له أكتر من مدخل، له 6 مداخل. المشروع معمول على كونسبت سستينابل ديزاين بحيث إن يبقى مشروع سستينابيلتي، له سستينابيلتي بعد كده بشكل مستمر. بنقلل كمية الطاقة المستهلكة وبنزود كمية الطاقة المنتجة.